خلالكم ومن خلال هذا اللقاء في موضوع يمكن يكون مش متوقع خالص، وهو مش موضوع بسيط. وأرجو أن كل اللي بيسمعني هنا في مصر وفي المنطقة العربية والفلسطينيين والإسرائيليين ينتبهوا جدا للي أنا هقوله. أنا التقيت من كام يوم بالرئيس أبو مازن الرئيس الفلسطيني، وكانت شواغل الرئيس وشواغلهم كلهم وشواغل ده القضية الفلسطينية وإحياء عملية السلام، وإن يبقى في أمل أن يحارب الإحباط واليأس اللي ممكن يكون بيعيش فيه الفلسطينيين. وخلوني أتكلم وأقول إن برضو من كام يوم كان في ناس بتحتفل بالانتصار والاستقلال، وفي ناس بتحتفل بالانكسار والانهزام، والاثنين في مكان واحد. الحقيقة الموضوع ده خلاني أقول إن إحنا أنا ما كنتش يعني مش مجهز حاجة عشان بس تبقى الأمور واضحة، لكن أنا هتكلم بتجربتنا، تجربة إنسان عاش تجربة ما قبل 67 و73 و77 وعايش لغاية دلوقتي. وبقول لكل اللي بيسمعني من فضلكم، تقريبا نص المصريين وتقريبا نص العالم اللي موجود دلوقتي ما يعرفش الأحاسيس اللي كانت موجودة في الفترات دي كانت عاملة ازاي. محدش كان يقدر يعرف حجم الكراهية وحجم الغضب والعداء اللي كان موجود قبل ما مصر تعمل قفزة هائلة عشان الفجوة اللي موجودة بين العداء والكراهية والحروب والاقتتال تنتهي. أنا بستدعيها دلوقتي لأن زي ما قلت كده إن كتير مننا ممكن يقروا عنها بس، لكن يعيشوها ويبقوا حاسين بيها مش كتير مننا. فأنا بقولها عشان أفكر بيها وأسجلها لكل من بيسمعني، لكل من بيسمعني. أنا بلتقي برؤساء دول كثيرين وبوفود من كل دول العالم، ومن الأعضاء من الكونجرس الأمريكي ومن أوروبا الغربية وكل الدنيا، وأشقاء عرب وحتى رؤساء وفود للجاليات اليهودية في العالم بلتقي بيهم، ودائما أقول لهم خلي بالكم الخطوة اللي اتعملت من تقريبا أكتر من 40 سنة، الخطوة دي هي اللي عملت سلام حقيقي، وعملت كتبت في تاريخ المنطقة صفحة مضيئة جدا جدا للسلام بين الشعوب وبعضها البعض. ما كانش حد أبدا في الوقت ده كان شايف أن ممكن قوي يبقى فيه سلام حقيقي مستقر بالشكل اللي موجود بين مصر وإسرائيل بعد معاهدة السلام، حدش كان شايفه. لكن الواقع ومرور الزمن أكد أن ده أمر ممكن أنه يتحقق بشكل جيد. يمكن حد يقول أن السلام ده مش دافي، أو أنا ما قلتش التعبير التاني يعني، لكن أنا بقول إن، ودايما لما هم يسألوني السؤال ده أقول لهم خلي بالكم هيتحقق سلام أكثر دفئا لو قدرنا نحل المسألة بتاعة أشقائنا الفلسطينيين. لو قدرنا نحل المسألة دي وندي أمل للفلسطينيين في إقامة دولة ويبقى في ضمانات لكلا الدولتين وإحنا مستعدين نقدمها لأمان وأمن وأمان كلا الشعبين في الحياة والأمن والاستقرار، لو قدرنا نعمل ده
احنا هنعبر مرحلة صعبة جدا. المرحلة دي مكتوبة في التاريخ بأسلوب قاسي جدا ومؤلم. هندي أمل حقيقي، وهنقضي على إحباط ويأس حقيقي. أنا بطرح الكلام ده دلوقتي، وزي ما بقول كده الحالة اللي موجودة ديت لو تم حل هذه المسألة، أنا بقول لا، احنا أنا ما بعرفش وما بحبش لا ناور أتآمر، لكن اللي أنا بقوله لو قدرنا نحقق كلنا مع بعض بجهد وإرادة حقيقية وإخلاص حقيقي حل هذه المسألة وإيجاد أمل للفلسطينيين وأمان للإسرائيليين، أنا بقول لكم هتكتب صفحة أخرى جديدة لا تقل يمكن تزيد عن ما تم إنجازه في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل اللي مر عليها أكثر من 40 سنة دلوقتي. الزمان والوقت كفيل بتجاوز كتير من المسائل. أرجو الكلام اللي أنا بقوله ده يبقى مسموع لكل الأشقاء ولكل الأصدقاء ولكل اللي بيسمعوني دلوقتي.